ورجعنا لفقرة الضيف. وضيفتنا النهاردة مطربة صوتها حلو جدا جدا جدا، متربية على الفن الأصيل والغنى اللي بجد والطرب اللي بجد. هنقعد معاها ونسمع منها أكتر، وتسمعنا أغاني كتير حلوة من أيام الزمن الجميل. معانا النهاردة ريم كمال. مساء الخير، أنا ريم كمال المطربة. طبعا سعيدة جدا لدعوتي في برنامج نفسنا، من البرامج اللي أنا بحبها جدا. نفسنا الستات أقول لك بتبقى لو في مجال فني يبقى عدوك عدو كارك، يعني دي هي دي المشكلة الوحيدة. بس أوقات بتبقى يعني لو احنا زملاء فعلا طالعين مع بعض زي ما احنا كده في الموسيقى العربية، وان احنا فرقة مع بعضها وطول عمرنا بنغني مع بعض وبنطلع سولو، يعني ده خلاص بتبقى عشرة، وما بنبقاش فيه نفسانة شديدة يعني غيظ يعني وغل وحاجات كده. لا، بتبقى اللي هو ايه، فلان غنى حلو طب انا هغني بعديه احلى عشان اخد سكسي احلى. ان شاء الله جاهزة. ربنا يستر. مبدئيا كده ايه الحسنة دي بقى وظروفها ايه؟ واحكي لي قصة تاريخ الحسنة الأول. هما يعني احنا مش عايزينهم بس يقولوا ان احنا يعني حد مكير هنا في البرنامج بيعمل حسنات للضيوف يعني. لا، هي قديمة طبعا جدا، هي كانت صغيرة وبعدين وكبرت طبعا، بتأكليها وتشربيها وتسقيها طبعا، لازم الاهتمام يعني الاهتمام بيها الحقيقة. طب قولي لي بقى، مين اول حد اكتشف ان عندك موهبة الغنى واكتر حد شجعك؟ بصي، هو المشوار طويل قوي يعني. لو في الطفولة هنقول بابا، لان هو كان بيعزف كمانجا وانا كنت بغني معايا في البيت والكلام ده. وما كناش في مصر اساسا يعني، احنا كنا في احد البلاد العربية بالتحديد طبعا في السعودية يعني. وبعد كده جيت مصر، لقيت يعني اكتشفت لون الغنى الجماعي والموسيقى العربيه والاغاني القديمه، وان في ام كلثوم وعبد الوهاب. فابتديت بقى يعني ادخل اذاكر الناس دي واشوفهم بيعملوا ايه. درستي ايه اصلا؟ انا بعد حاليا دكتوراه في تربيه موسيقيه، في كليه التربيه الموسيقيه. يعني طبعا بكالوريوس وماجستير طبعا مشوار طويل. مشوار طويل جدا، وبالإضافة أن أنا طبعاً مطربة في الأوبرا يمكن من زمان جداً برضو، من أول بداية الفرقة القومية العربية بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب يعني. دخلت الإذاعة المصرية، اكتشفوني نخبة من الأساتذة والملحنين في ذلك العصر يعني في ذاك العصر، استاذ حلمي بكر، استاذ محمد سلطان، استاذ محمد الموجي، يعني استاذ وجدي الحكيم طبعا هو اللي قدمني للنخبه دي كلها. هيقولوا لك عجوزه يعني. بس على فكره مش فارقه يعني، هي بالعكس اللي هي الخبره بالنسبه لي انا والتاريخ ومعاصره الناس دي طبعا مهمه جدا يعني بالنسبه لي طبعًا. يعني عشان بعد كده هتسأل سؤال معين يعني ايه هو كيف اقول احسن. ايوه بعترف لوحدي. ايوه بعترف على طول لوحدي. بس فيعني مشوار الحقيقه يعني طويل من يعني في الغنى يعني. هو الغنى ده بالنسبه لي دراسه وفن وحياه، ويعني يعني مفيش مجال تاني عارفه اخرج منه يعني. صح. ايه بقى الاغنيه اللي لما بتسمعيها كده تحسي ان مودك بقى حلو؟ اغاني كتير يا خبر. زي ايه؟ يعني كل الحان بليغ حمدي انا بحبها، بتخلي مودي حلو يعني. الحان الاستاذ بليغ حمدي ده يعني عبقري. وعلى فكره عبقري يعني عبقري. احنا طبعا انا لو قعدت احلل شويه طبعا انا مش هتكلم من النواحي الموسيقيه والكلام ده، بس حتى الشباب حتى يعني جميع الاعمار بيحبوا اغاني يعني. مين فينا مثلا ما سمعش جانا الهوى زي العسل طبعا. الحاجات اللي هي دي كلها يعني اقول ايه ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه اللي انت شايفاه. طيب اقول لك حاجه لورده طبعا من الحان بليغ حمدي، قول ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان
وحشتوني 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 وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان. رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني 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 وحشتني ليالي زمان. كل ده من الحسن. ايوه طبعا يعني اوعي تفكري ان في لا حاجه لا 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 سرها باتة. ايوه ليها سر يعني عارفه. فكويس ان هي يعني ما قلبتناش في ان احنا نغني هندي يعني كويس قوي يعني احنا كده خلاص اللوك واحد يعني. كلمينا شويه عن فرقتك روائع النغم وعرفينا بيها كده شويه. فرقتي اسمها روائع النغم للموسيقى العربيه. يعني بنقدم برضو نفس اللون اللي هو أغاني الزمن الجميل. يعني فايزة، وردة، أم كلثوم طبعا، عبد الوهاب، عبد الحليم، كل بيشاركني فيها مجموعة أصوات أنا بختارهم كل حفلة من الموهوبين طبعا ومن زمايلي أنا في الفرقة واللي هم يعني بارعين في إن هم بيغنوا. بس هي فرقة يعني بعيدة عن التقليد الأوبرا يعني أو الفرقة الأم بتاعتنا اللي هي الفرقة القومية أو الفرقة الموسيقى العربية أو الكلام ده، يعني بتبقى فيها تنوع شويه في الاختيارات، مدتها اطول يعني بناخد راحتنا شويه في الغنى. وبنقدم في جميع مسارح المسارح اللي موجوده يعني في القاهره وفي المحافظات وبره كمان يعني في ستوكهولم في تركيا في يعني في حتت كتيره قوي بعض البلاد العربيه والكلام. طب هايل يعني محاوله ان احنا الفن ده يا جماعه يعني ما يموتش لان طبعا. احنا انا حاسه يعني الدنيا خلاص يعني في ناس جيل بيكبر وما يعرفش مين ام كلثوم وما يعرفش طبعا. مين عبد الحليم وما يعرفش ومش عارف يتذوقهم. المشكله ان هو حتى لو عارفهم ما عندوش الحس، مش قادر يتذوق ومش راكب على الذوق ده يعني بالزبط. وعشان تتذوقي ام كلثوم والناس دي محتاجه وقت على فكره. يعني وانا صغيره كنت افتكر اني ما كنتش اتذوق قوي اغاني ام كلثوم ولا افهمها ولا احسها. صحيح صحيح. لما جيت على نفسي مره على مره بدات اتذوق لانه مش حاجه سهله انك تتذوق فن اكيد زي يعني ده. حتى لو ام كلثوم يعني دي ليها روائع يعني من الحاجات اللي هي صغيره وبسيطه مش وقصيره طبعا. يعني افرح يا قلبي هقابله بكره، الحاجات اللي هي القصيره اللي جميله. طب ما تقولي لي حاجه قصيره. نقول حاجه قصيره يلا. انا جت على ال الايه. افرح يا قلبي لك نصيف تبلغ مناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي غني له الحان الغرام واحكي له بالمرام وبلغ مناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي. الله الله عليك يا الله. طب ايه بقى يعني ايه النفسانه اللي انت عايشاها علينا دي وبتشتغلي مذيعه ليه؟ خلاص فهمت. مش كفايه الحنجره؟ فهمت. الله اكبر. مش كفايه الحنجره كمان؟ ما هو سبع صنايع. طيب يعني طب نعمل ايه؟ طيب ايه حكايه المذيعه معاكي؟ المذيعه هو انا الحقيقه يعني ما خرجناش بره قوي يعني ما بعملش كده يعني برضه برنامج يعني فيه ضيوف وحاجات كده برضه
لا يعني لا لا يعني بتعملش ما بعملش كده يعني ده. يعني بصلنا في لقمتنا ان شاء الله. عايزه تجيبي ضيوف عندك وكده؟ الحلقات الجايه هجيب ضيوف يتكلموا كمان طبعا. اقلبوا بقى الحلقه بتاعتها احنا بنطور في هو الحقيقه انا يعني شرفت الحقيقه ان انا بقدم برنامج الموسيقى العربيه الشهير اللي بيقدم او بيذاع في التلفزيون المصري واللي كانت بتقدمه الدكتوره العظيمه رتيبه الحفني. فالحقيقه يعني انا لما جات لي دعوه من مخرجه البرنامج الحقيقه بقدم لها تحيه يعني الاستاذه اسمهان. هي كانت مساعد مخرج والمساعدة الأستاذة أمال عزت طبعا دي يعني مخرجة البرنامج من سنين طويلة يعني. فاحنا كلنا يعني هم بيزعوا لي دايما شغلي فطب ليه ما أقدمش يعني هم كل حلقة يعني الحقيقة بيقدموا لي مجموعة أغاني والكلام ده. بس طبعا لما قدمت البرنامج ما جاتليش ولا أغنية يعني عشان تكون عارفين يعني اكتفينا ان احنا بنتكلم. انا واخده يعني مقتبسه شويه فكره ان متاثره قوي باستاذ عمار الشريعي في برنامج غواص في بحر النغم يعني لما كان بيمسك الاغنيه يقعد يفصصها ويقول شوفوا عمل ايه يعني بنحلل الاغنيه في اطار جميل مع شرح توضيحي ليا يعني بصوتي وبعد كده بنجيب الاغنيه الاصليه يعني فبنحاول نعمل يعني ولو جزء يعني مكانه يعني شويه البرنامج في مكانك وفي حتتك بالضبط. الحمد لله يعني ابعدي عن نفسنا خليكي في حتتك وكده صح ماشي. يلا ربنا يبارك اشتغلي. نطلع فاصل ونرجع مع الصوت العبقري والحنجره العظيمه بسم الله ما شاء الله ريم كمال. مذيعة وبتغني ايه ماما بتغني بتمثلي؟ لا 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 دي ليه يلا مثلي دي ما عملتهاش بس ان شاء الله ان شاء لا بصي بقى تخش بحسنتها ده هي الحسنة دي بالذات ما خلتنيش اعمل دور ام كلثوم. طب اول شريط كاست اشتريتي كام؟ استاذ علي حجار ورجعنا ولسه حلقتنا مكملة مع ريمو. قولي يا ريمو انتي عندك مواهب تانية غير الغنى ولا ايه؟ مثلا ما هي مذيعة وبتغني ايه مواهب التانية؟ بتمثلي؟ لا 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 دي ليه يلا مثلي؟ ليه دي ما عملتهاش بس ان شاء الله ان شاء لا بصي بقى تخش بحسنتها ايوه تخش بحسنتها في التمثيل تبقى مشكلة بسببك. كلمات دي وش خير الحسنة دي؟ لا ده هي الحسنة دي بالذات ما خلتنيش أعمل دور أم كلثوم بس الحمد لله ما شفتي الحسنة بتعطل إزاي؟ أيوه بتعطل أهو. إيه المواهب التانية غير الغنى؟ لا مواهب بقى مختلفة خالص بقى يعني بحب الديكور بحب يعني تصميم الأزياء طبعاً و يعني بصمم وبنفذ وحاجات كده لنفسك ولا الموضوع في احترافيه؟ لا هو لنفسي طبعا عشان انا بحب الحاجات وان بيس اخبار الطبخ ايه معي؟ الطبخ ليه مشاكل معايا الحقيقه لا 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 انا بطبخ كويس قوي لدرجه انا كنت هقدم برنامج طبخ بصي بقى بصي سؤال المنشار جاي كله وما بيحصلش طالع واكل نازل واكل يعني انا عندي انت فاضل لك بس تذيعي ماتشات كوره بس خلاص كده يبقى تمام لا والله هي كلها امال وطموحات ومشاريع بس ايوه بس مش تنفذيها والله ما تكملش نفسي تكمل يعني عارفه لكن لا يعني بقدم على الحاجه بدي اعملها شويه كده المشكله ان انا برج الجوزاء يعني ايه الحمد لله مش برجي ايوه فتطلع في دماغي حاجه ممكن اعملها بقى يعني بقوه وادخل بقى اشتري خامات واعمل يعني واسس شركه واصرف على الموضوع جدا وبعدين في الاخر ازهق خلاص تزهقي ها ترجعي في كلامي برجع في كلامي. طب اول شريط كاسيت اشتريتي كان لمين؟ استاذ علي حجار الله طبعا الله حافظه ايه على قد ما حبينا بحبها قوي الله بليغ حمدي طبعا على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا الفرحه في مشوارنا تاني هتنادينا
على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا الفرحة في مشوارنا تاني حتلاقينا طول ما القلب صافي بحر العشق وافي وكل عذاب الدنيا حيهم بكرة علينا بس انت أمانينا تيجي وتدفينا لو في يوم حيجينا كل ما تمنينا. كلام كده بيقع مني دي مشكله عاده فيا يعني النجوم كلهم كده يعني لا يعني هي كمان عايزه اقول لكم حاجه ان هو استاذ علي الحجار يعني مساحه يعني ما شاء الله يعني وكمان بنتكلم على بداياته يعني صح ورغم كده استاذ مليك حمدي جاب له اغنيه مساحتها قد كده ما فيهاش غير 3 4 نغمات بس يعني دي عبقريه يعني رهيبه ان هو ايه ما طلعوش فجاه يستعرض عضلاته على الناس لا ده طلعه يعني في حته قد كده يعني ما فيهاش غنى ولا فيها مساحات ولا فيها سلالم ولا فيها اي حاجه يعني ف السلالم بتتعب السلم هو كان اساسير الاغنيه دي انا ركبه اساسير بجد نورتينا واحنا سعداء بيكي جدا وشرفتي برنامجنا انا كمان والله مبسوطه جدا واستمتعنا باغنيكي واستمتعنا بكل لحظه يعني غنيتي فيها في البرنامج الله يخليكي ميرسي انا كمان يعني بجد انتوا يعني عزاز على قلبي جدا احنا بنفسنات وبحبكم زين موجودين احنا بنفسنات لا ابدا يعني ولا حسنات ولا تمثيل ولا وزيعه ولا حاجه خالص احنا تمام جدا يا رب يا رب كل النجاح والتوفيق ليكي لانك تستاهلي كتير جدا جدا بموهبتك العظيمه دي الله يخليكي شكرا بسيط مشاهدينا احلى ختام مع ضيفتنا ريم لغايه ما نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله تصبحوا على خير اقعد اربي واتعب فيكي وانت تقولي طحن هي كلمه ايه طحن ليه كده يا حبيبي ليه الفضايح دي ليه والله بعد كده هتتصوروا وانزلكوا على الفيس عارفين اللمبه النيون الطويله دي انا الفضائيات كلها ايه ده انا كل الفضائيات جايه من الفضاء يا ولا جايه من اول يا ولا من المريخ هدفع عليك ايه دايما كده عضلاته قفشه دايما ايه منه كده طرقع بص تلاقيه هو بيتحرك كده كده ما تتمطعيش قوي لا تقع الكرسي اتكسر طب خايفه عليكي انت من ساعه ما دخلت على فكره وانت عينك مني وانا عامله نفسي مش واخده بالي يعني لا كتير انا عينيا مشتته اصلا مش عارفه اركز فين ولا فين لا بس بس هي مشدوده الناحيه دي انا خدت بالي لا بس كل الناس بتتكلم علينا انا والباشمهندس معاك انا عماره مش مهندس عماره؟ اه الدور الكام؟ معلش انا ليا ملحوظه هنا انا كنت موجوده بقول مصر مصر تحيا مصر انا فين؟ ما انا معاك لو حطيتني انا حطيت هنا هتلاقي ان الصوره منوره قوي اه انا خفت انها تبقى منوره بزياده فحبيت ان انا اخليها حاجه صغيره نور الكفايه مقبول طبعا كانت حلقه جميله جدا ويعني بصراحه الاربعه احلى من بعض يعني كنت فاكره ان انا هتلخم شويه معاهم بس الحقيقه طبعا هم كانوا ظراف جدا معايا طبعا مدام بدريه بالروح بتاعتها الخفيفه دي وتعليقها على الحسنه اللي عندنا احنا الاثنين في الجبهه يعني طبعا موتتني بالضحك ويعني لدرجه قعدت اضحك كتير فصوتي شرق يعني فانبسطت قوي معاكم إن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم